ولا اشوفه بالمنظر ده خالص. دخلت علي خالته وقام اقول لها يا خالتي العربية قطعتني ودهستني يا خالتي وما خلتش فيا حاجة. اتصل بيا الاسعاف وبعدين انا اتفاجئت فبقول مين حضرتك؟ قام قال لي ام ريمون. قلت له ايوه ام ريمون. قام قال لي ابنك عامل حادثه. فقلت له حادثه ايه؟ قال لي عربيه وهو ماشي في طريق شغله عربيه ضربته. فقلت له طب في ايه طب في ايه؟ قام قال لي احنا طالعين على المستشفى جهين. فانا طلعت على طول على مستشفى جهين. اول ما دخلت طبعا انا لما شفت المنظر ما كنتش قادره اشوف ابني خالص ولا اشوفه بالمنظر ده خالص. دخلت علي خالته وقام اقول لها يا خالتي العربيه قطعتني ودهستني يا خالتي وما خلتش فيا حاجه. وبعدين قامت قال لها خلي بالك من امي يا خالتي، امي عندها القلب خلي بالك منها. اي كلمتين دول اللي قالهم بس ما قالش الا كده. دخل وقال لخالته كده، قامت قالت لي خشي. على بال ما جيت ادخل لقيت ابني خلاص في غيبوبه تامه. هو قال الكلمه دي، انا ابني ريمون ده شم كليه رابعه كليه بابا على المعاش، وهو كان بيصرف وبيساعد في البيت وانا عندي القلب وبيجيب لي علاج قلبي وكان سند لينا وظهر حبيبي شاب زي الفل ما فيش اطيب من قلبه. راح مني، راح ضحية ولد سكران ملوش اي لازمة. اخويا كان راكب سكوتر ورا واحد صاحبه، تمام. السكوتر ماشي بسرعة عادية جدا 50 تقريبا او 60، ورايح تقريبا هو كان رايح شغل، يعني هو شغال في الموبايلات والحاجات دي، فكان رايح يستلم شاشات وحاجات كده. وجاء الشواهد اللي على الكوبري، الكلام ده انا اخده منهم، الكلام ده مش كلام، انا نزلت على الكوبري اخد الكلام ده كله منهم. الشواهد بتقول ان سمعوا صوت موتور عربية بيصرخ من ورا، عربيتين بيتسابقوا، عربية سكودا، سكودا اوكتافيا الرصاص اللي هي بتاعت القاتل المتهم اللي قتل اخويا، وبيتسابق مع عربيه تانية بي ام دبليو. دخل في السكوتر من ورا، طير اللي كان سايق السكوتر، اخويا عشان كان تقيل شويه فكان على السكوتر من ورا، نزل ما بين العربيه قدام، كانت رجله الشمال ما بين العربيه والسكوتر، سحله من اول الاشاره. الكلام ده كان على نفس اتجاه المنشيه، سحله من اول الاشاره لحد نص الكوبري. كل ده واخويا رجله محطوطه ما بين السكوتر والعربيه، والسكوتر بيطلع نار في الارض.